احنا اول ايكيب هاز كوب دافريك معناها وتاريخنا واضح. ما عندناش نقولوا احنا باش ما نحكيوش حاجات اخرين. ما عندناش زهر برشا في البطولات وما عندناش زهر برشا في الكوب. فما برشا عباد تخدم ليل نهار بعرق وفما عباد تخدم ليل نهار باش تسرق. دونك خليهم يسرقوا لارواحهم وخليهم نحكي على المسؤولين في الجمعيات. شكون فهم؟ هم برشا يا اخي مسؤولين. تو اللي صار الجمعه ذي معناها تبارك الله ما شيء ياسف. شنو صار؟ معناها اليوم اكسبو بوندو تاع الترجي باغ اكزومبل وين؟ البكاء نتاع سي ناصر نجاح كل جمعه واحنا كيفاش ما ناخذوش بينالتي بينالتي نشوف انه تظلمنا معناها ماتش نادي الصفاقسي. فيش تظلمتو؟ والله اللي يفهم كوره يشوف سي سراير. سي سراير شنو عمل؟ سي سراير من احسن ليزاربيتر في تونس هذا الناس الكل تستعرف به. لكن فما حاجه بينه وبين نادي الصفاقسي كل ما يشدنا احنا ولا كل حتى ديما في يزم فما رجلتا في صالح نادي الصفاقسي. باش نحكي علينا احنا عملناو المنتصرين في صفاقس واحد شيء دوزيام ميتون الى تو في باش يربح سي اس اس لي فوت كل ما سي بي ممكن خليت فوت ولا زوز معناها هذا كل ما فماش حتى دويل لصالح سي بي عمل كل شيء سنة انا افيرتي وفي بالنا معناها بيه الموضوع. الاعجوبه انه سي اس اس ما يعجبهم حتى حكم تونسي وكي قالوا اسرائيلي ما تكلموش. انا متاكد كان قالوا اي واحد تونسي راه قالوا لا اسرائيلي قالوا ما يسالش. بريمير ميتون تبارك الله معناها خرجوا نظيف عفيف سي مراد هذا نتاع المافيولا نتاع الحد الرياضي نتاع ديما سبور.